يرتبط الفلسطينيون ارتباطاً وثيقاً بأرضهم حتى يروها دماً وزيتاً. هذا ما حدث مع بائعه المواطن خضر علوان 46 عاماً الذي استشهد أثناء توجهه لإيصال زيت البلاد التي احتضنته بعد ارتقائه عقب إصابته برصاص الاحتلال داخل مركبته عند جسر برقة شرق رام الله. الشهيد رحمة الله عليه وصل متوفي بإصابتين بالرصاص الحي، إصابة في الفخذ الأيسر لها مدخل بدون مخرج، وإصابة في المنطقة العلوية من الظهر فلها مدخل ومخرج، وإصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية. في إصابة بالرصاص الحي والأخرى بالشظايا من الرصاص، حالته مستقرة وتم عمل اللازم لهم. موسم الزيتون الأكثر دموية هذا العام، إذ سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 333 اعتداء ضد قاطف الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من الشهر الماضي. دائما اعتداءات على الأهالي، هذا المنطقة مش أول مرة بيكون فيها الاعتداء، تم فيها حرق أراضي زراعية، تم الاعتداء على الأهالي، تم سرقة أغنام، تكسير بيوت بالمقربة من هذه المنطقة، وهذا طبعا في كل محافظات الوطن، ولكن يعني حسب خطوط معينة لبنية المغتصبات المستوطنات اللي بيريدوا أنها تكون خط متواصل على هذه الجبال توصل الجنوب للشمال. مزيد من الجرائم والاعتداءات والإرهاب على أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، هذا ليس بجديد على هذه المنظومة الصهيونية الإرهابية التي تحاول قتل كل ما هو فلسطيني وأينما تواجد بدون أي رقيب ولا حسيب ولا أي عقاب من هذا العالم الظالم الصامت الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لكل العالم ما عدا للفلسطينيين. لن نكون يعني لدينا أمل بمؤسسات دولية ولا بحكومات دولية، ولكن دائما أملنا بالله أولا وبأحرار العالم اللي أسمعوا كل العالم أصواتهم وأعادوا القضية الفلسطينية لمقدمة الحدث والخبر في العالم. قرابة 230 شهيداً ارتقوا منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية برصاص الاحتلال ومستوطنيه.